النهاردة هل تتخيل أن 1.5 بليون شخص عربي في الدول النامية ما عندوش مياه صالحة للشرب؟ طب اللي بيشرب مياه، أنا روحت القرى وشفت بنفسي، اللي بيشرب ده من الترعة بيحصل له إيه؟ لما يجيله بعد كده فشل كلوي. مين السبب؟ مش ربنا جابهوله. لكن في مسؤولية كمان مجتمعية، يعني أن الدولة ما اجتهدتش أن توصل مية سليمة لهذا المواطن وحصل كده. لما تقرأ عن أني أنا كتبت قدامي 498 مليون لتر مكعب سوائل فاسدة بتنزل نهر النيل سنويا. واو. 498. انت متخيل في بلادنا لما واحد يموت عنده كلب يعمله ايه؟ يرميه في الترعة. يموت عنده معرفش بقرة يرميها في الترعة الى اخره. مرات الصرف الصحي حولوه على بعض البحر وغيره. ايه اللي بيحصل؟ وترجع تاني تدخل مية الناس تشربها. فبقول يا جماعة مش كل حاجة تحطوها على ربنا، لكن احنا اسأنا استخدام الحرية الجميلة اللي الرب ادهالنا. في اروع من الحرية؟